للمره المليون عايز اقول لك ان انا عارف كويس قوي ان موسيماني خد 2 افريقيا، انا عارف كده، وكل اللي بيهاجموا موسيماني عارفين كده كويس جدا. بس احنا بنتكلم دلوقتي عن مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا، وانت جاي من تعادل قدام طلائع الجيش، ومنظرك في الملعب كان سيء قدام طلائع الجيش، والنهارده تلعب شوط اول اسوأ من اللي انت لعبته قدام طلائع الجيش. فين رد فعلك كفريق كبير بجد؟ يعني فين رد فعلك كفريق؟ او يا عم سيبك من رد فعلك كفريق كبير والكلام الكبير ده، فين يا عم مصالحه الجماهير؟ انت مش جاي لصالح الجماهير النهارده، انت جاي بس تغير طريقه اللعب. شفتها اسماعيل قال كلمه حلوه قوي بين الشوطين، قال لك طريقه اللعب وتغييرها بيغير بس في الشكل التنظيمي جوه الملعب، انها ما بيغيرش في حاجات زي الاستلام والتسلل، ما بيغيرش في حاجات زي الافكار، ما بيغيرش في حاجات كتير مفروض ان احنا نكون رسخنا ليها مع موسيماني. يعني مدرب بقاله سنتين وفي كميه ميس باص غير طبيعيه في الملعب، لعيبتك مش عارفه تباصي، بتمرنهم على ايه حضرتك؟ يعني تخيل لعيبتك مش عارفه تباصي. والله بجد اصل القصه مش قصه تغيير طريقه لعب وهنرجع نلعب 4 2 3 1 بدل 4 3 3 كخه، وهنلعب 4 2 3 1 فيها قفشه هيكون مركز 8 وهيكون قدامه محمد شريف ومهاجم صلاح محسن. الله، مهاجم صلاح محسن، محمد شريف رقم 10؟ لا، عشان يبقى مهاجم تاني، ولويس ميكيسونا هيكون موجود ومعاه طاهر محمد طاهر اللي هو الله ايه الابداع والجمال ده. طب وراهم مين؟ لا، ورا لعيب زي طاهر محمد، طاهر محمود وحيد، محمود وحيد مش علي معلول، تمام، اريح علي معلول لماتش وفاق ستيف. طب الناحيه الثانيه محمد هاني، تمام، مع انك مفروض انك تبدا بباك هجومي زي كريم فؤاد، بس عادي يا عمي، محمد هاني محمد هاني وعبد المنعم وايمن اشرف وطبعا تحتيهم الشناوي، عادي مفيش اي مشكله. بس المشكله بقى عزيزي مع الافكار اللي بتقدم جوه الملعب، ايه الافكار اللي بقى لنا سنه او سنه ونص بنقدمها مع موسيماني؟ يعني انا مشكلتي كلها في الافكار، تخيل انا مشكلتي كلها في الافكار الفنيه بتتقدم، انا مشكلتي كلها مع الكره الطوليه اللي كل الفرق حفظت انك ما عندكش اي اسلحه في الملعب الا الكره الطوليه اللي انت بتلعبها. الاطراف بتوعك بسم الله ما شاء الله، اذا كان طاهر محمد طاهر او ميكيسوني لما بيبقى في تكتل دفاعي ما بتعرفش تحل، لا طاهر ولا حسين الشحات ولا ميكيسوني ولا حتى الاسطوره بيبسي ده ولا في اي حاجه خالص. طب هنلعب كره عرضيه لمين بقى؟ لمين؟ ما هي القصه مش قصه تلعب عرضيات وخلاص، القصه مش قصه تستفيد مدافعين بيخافوا من الكره العرضيه ولا عرضياته خلاص. هتلعب عرضيات لمين؟ الاسترايكر الوحيد اللي عندك بيعرف يلعب بدماغه حسام حسن، ومع ذلك قررت انك تنهي المباراه وحسام حسن موجود جنبك على الدك. اللي بيحصل في الاهلي مش مدير فني بيتم انتقاده علشان خاطر هو الناس عايزاه تمشي علشان هو ناجح، اللي بيحصل في الاهلي ان الاهلي بيتم سلب هويته وبيتم سلب اي هويه ليك جوه الملعب عن طريق انك ما بتقدمش كره قدم. انت بتكسب بتعمل نتائج بس شكلك جوه الملعب حاجه عره، حاجه تكسف. انت شكلك جوه الملعب سيء، فرقه مش عارفه تنقل باصين ثلاثه على بعض، صانع العاب مش عارف هو صانع العاب ولا بيلعب مركز 8 ولا بيلعب ايه بالظبط. محمد محمود لما نزل على الدكه ما حدش كان عارف محمد محمود بيلعب ايه، والله العظيم ما حد كان عارف محمد محمود بيلعب ايه في الوقت اللي مطلوب ان محمد محمود كان يبدا بيه النهارده. انت بتنزلي محمد محمود في الوقت اللي انت كنت مطلوب انك تلعب بحسام حسن؟ هتقول لي لا، محمد محمود خد ضربه جزاء وتعادلنا بيها. انت مبسوط قوي من بهر ان احنا تعادلنا بضربه جزاء اساسا مشكوك ان هي هاند بول على بيرسي تاو؟ مبسوط قوي ان احنا تعادلنا مع سيراميكا كليوباترا واحنا جايين من تعادل قدام طلائع الجيش؟ مبسوط طيب بالمنظر؟ ضيعنا عامر طلع كام واحده، عامر كان محظوظ في كام واحده، ضيعت حاجه النهارده؟ ما ضيعتش اي حاجه، بالعكس فرقه سيراميكا كانت خطيره عليكم الشوط الاول والشوط الثاني. الشوط الثاني محمد ابراهيم بيعمل واحده لباسم مرسي اللي جاي سبرنت من ورا كريم فؤاد بيحط هدف اول، هدف اول في الدقيقه 84، وانت الدقيقه 84 عمال تلعب كوره عرضيه، عمال تلعب عرضيات بس، شغال عرضيات بس، لمين بقى قلنا العرضيات دي؟ محدش فاهم اي حاجه. بس طبعا اي حد بينتقد موسيماني ام الاسطوانه البنت الجزمه بتاع الفرقه مضغوطه واصل في مشاكل بدنيه مسؤول عنها التحام الماتشات. التحام ماتشات ايه يا حبيبي اللي هينسي اللعيبه الاستلام وتسلم؟ ماتشات المتتاليه اللي هتنسي لعيبه استلام وتسلم دي اساسيات يا حبيبي، انت بتتكلم في اساسيات كوره، انت بتتكلم في اساسيات كوره، استلام وتسلم، لعيبه بتستلم غلط وبتسلم غلط وما بتتحركش اساسا. انت بتتكلم على مشاكل بدنيه عندك موجوده بقى لها سنتين، انت بتلعب شوط واحد بس، دلوقتي حتى الشوط الواحد بس ده ما بقتش بتلعبه. انت مدرك الوضع اللي انت فيه؟ انت مدرك انك بلا افكار فنيه، بلا افكار ابداعيه جوه الملعب من قبل اللعيبه، لان المدير الفني بيطلع يهاجمهم بعد اي تعادل وبعد اي خساره، وانت مدرك تماما انك بلا احمال بدنيه قويه تقدر ان هي تشيل العك الفني اللي كان موجود. يعني في مشاكل بدنيه بسم الله ما شاء الله واصابات كتير في الفرقه، وفي عك في التشكيل وعك في التغييرات وعك في اداره الماتشات من قبل العبقري الجنوب افريقي، وفي مشاكل كتيره موجوده جوه الفرقه، وبسم الله ما شاء الله الاثنين الافارقه بتوعنا الناس كلها بدات تركز معاهم وتشوف مدى جودتهم اساسا. الاثنين الافارقه اللي انت كنت بتقول ان انا ساغزو افريقيا واغزو مصر بالاثنين الافارقه دول، دلوقتي الناس كلها بقت بتتريق عليهم.
محتاجين نعيد حسابات؟ مفيش حد بيعيد حسابات يا ابني، احنا هنتكلم على التحكيم بس، هنتكلم على ان موسيماني مظلوم، هنتكلم على ان هم عايزين يهدوا استقرار النادي، مش هنتكلم احنا في الحاجات دي، مش هنتكلم ان موسيماني بيقدم قرف، مش هنتكلم ان موسيماني في الاوقات اللي هيمشي فيها اضمن لك ان موسيماني هيسيب فريق متهالك وهيسيب فريق سيء. كل اللي بيحصل ده للاسف الشديد كنت متوقعه، لان الراجل ده بلا افكار، هو كان عباره عن شويه نتائج ايجابيه، لما النتائج الايجابيه دي هتروح هتتفرج على قرف عمرك في حياتك ما كنت بتتمنى انك تتفرج عليه، وللاسف الشديد جالك القرف كله لحد عندك ومبقاش فيه كمان نتائج ايجابيه، الوضع سيء، الوضع سيء جدا. هل معنى كده ان حد بيقول لك نمشي هذا الموسيماني في الظروف الصعبه اللي احنا فيها وماتش وفاكس تيف؟ ما حدش بيقول لك كده، بس بنقول لك ان موسيماني لو خسر في افريقيا سكه السلامه، لان الوضع هيبقى صعب، انت المفروض ان احنا نستحملك عشان انت شغال في افريقيا، انما هتخسر افريقيا وهتقول لي انا جبت لك اتنين قبل كده وتحملني وتيجي في الدوري تقرفني، مش ناقص قرف. كفايه ام الشغف اللي بدا يروح للفرقه اللي الواحد بيحبها من 18 سنه عشان مدرب فاشل ابن 60 اكيد زي موسيماني بيقدم في كره قدم محترمه، بس مش مهم. المهم ان في ناس بتطبل وفي ناس بتطلع تتكلم على الاجهاد وفي ناس بتطلع تتكلم على حاجات كتير، رغم ان هي مش عارفه اساسا الاجهاد ومش عارفه حمل الماتش هل حمل متوسط ولا حمل بدني عالي والدنيا رايحه فين وجايه منين. اه انا عارف الاحمال كويس، عارف الحمل البدني عالي والمتوسط والعالي المتوسط وعالي الشده، قصه كبيره لو انت عايز تعرف ابقى قول لي وانا اقول لك. بس المهم يعني لو عايز تعرف ابقى كمل معانا في القناه واعمل اشتراك، او ما تكملش وانزل اشتم في الكومنتات براحتك، بس مش مهم.